أهلا بكم. منحنى الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا اتخذ شكلا تنازليا مبشرا طيلة الفترة الماضية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات بالفيروس طيلة 15 يوما. وبعد عودة دفعات العالقين في الخارج وفق خطة فاشلة لحكومة السراج، سجلت الدولة عشرات الإصابات في عدد من المناطق أبرزها سبها خلال أيام قليلة، مما أثار قلق المواطنين وأكد على فشل خطة حكومة الصخيرات بشكلها الحالي. أكبر الأخطاء في خطة حكومة الصخيرات وهو حجر وفحص المسافر بالخارج وعدم حجره إجبريا بالداخل، وذلك بعكس خطة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التي تطبق الحجر الإجباري في الداخل على كل العائدين سواء خضعوا للحجر الخارجي أم لا. العديد من الخبراء يرى أن خطة حكومة السراج تحوي على ثغرات كثيرة أخرى تجعلها دون جدوى، من بينها أنه يتم حجر المسافر في فندق بإسطنبول لمدة 14 يوما، وعند انتهاء هذه المدة يتم نقله إلى مركز الفحص التركي، وإذا كانت نتيجته سالبة يعود للفندق في انتظار عودته إلى ليبيا، والتي قد تكون في اليوم التالي أو بعدها بيومين، وهي فترة كافية جدا لكي يلتقط الشخص الفيروس نتيجة الاختلاط، إضافة لاحتمال حصول عدوى في مركز الفحص نفسه أو في مطار المغادرة، أو حدوث خطأ في جهاز الفحص، خاصة مع الفشل المتكرر لأجهزة الاختبارات التركية في عدد من الدول. وبذلك فإنه لا فائدة من الخطة سوى هدر الأموال الطائلة على فنادق الحجر التركية. الثغرات الأخرى في خطة حكومة الصخيرات هي عدم المراقبة المكثفة للأشخاص داخل الحجر في تركيا، أي أنهم يستطيعون الخروج متى أرادوا. على سبيل المثال، إذا دخل الشخص للحجر في إسطنبول 14 يوما وفي اليوم العاشر من الحجر التقط العدوى من شخص ما في الفندق أو عند خروجه، وفي اليوم 14 أي بعد 4 أيام من الحضانة توجه للفحص، ستكون النتيجة سالبة تماما وسيعود بعدها إلى ليبيا ليتفاجأ بعد 10 أيام من دخوله بأنه مصاب وأنها بدأت تعرض عليه نظرا لانتهاء فترة الحضانة. ومع عدم وضع هذا العائد في الحجر الإجباري وبالداخل لفترة 14 يوما، فإن كل هذه الخطة التي تنفذها حكومة الصخيرات تبدو هي والعدم سواء، وفرصة نجاحها في كبح تسلل العدوى في الداخل متواضعة جدا ولا فائدة منها، بل ستكون نتائجها عكسية تماما كما يحدث الآن.